21 دقيقة باش نهزكم البنان من ولاية المنستير. نحكيو على آخر تحيين صار البارح من الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير. 91 إصابة في ولاية المنستير مقسمة كالتالي: 45 إصابة في المنستير المدينة، في طبولبة 9 إصابات، 11 في الوردانين، 6 في قصر هلال، 5 في جمال، إصابة واحدة في كل من قصيبة المديوني، ساحلين والبقالطة، و12 إصابة غير محددة. تفاصيل الوضع الصحي في بنان باش نعرفوه تتسويت في أخبار الساحل. أخبار الساحل في زوم 73. معنا رئيس بلدية بنان سي بلال العريبي. صباح الخير ومرحبا. بخير ومرحبا بكم مستمعي نجمة فام مرة أخرى. مرحبا بك سي بلال. اليوم قداش عنا من إصابة في بنان؟ الوضع الصحي في المنطقة البلدية هذية كيفاش؟ والله احنا ننتظروا في القائمة الرسمية بجينا في غضون النهارين هذوما. بقينا عنا عشرات الحالات في بنان للأسف، معناتها عشرات الحالات. ما نجمش نقول لك اني طول الرقم الصحيح الا ما تجيني معناتها المراسله الرسميه، من اكد لك انه فما عشرات الحالات. تستناو في المراسله الرسميه قداش عندكم سي بلال ساعه؟ اولا قداش عندكم قداش عندكم تستناو في الاحصائيات الرسميه لعدد الاصابات في بنان؟ والله اخر مره كي هبطنا القائمه الرسميه هذيك مازالت ما جاتناش قائمه اخرى. بقينا احنا باتصال ديما ما يقولون لنا معناتها الحالات. علاش انت هل نوع من بين قوسين التشاؤم تقولي عشرة الحالات؟ علاش فما وضع صحي كيفاش؟ لا 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 مش تشاؤم، هذا واقع. صار واقع توا مزيد من النور اصغر منا تكتشف قداش وصلوا عدد الحالات. اذا كان يعملوا تحاليل اكثر يمكن العدد باش يتضاعف، معناتها وصلوا فاتوا 300 تقريبا من النور. ورغم معناتها تعرف فما المشكله نتاع التحاليل ناقصه، هذا بارتو معناتها ناقصه. هذا اشكال في تونس الكل. اليوم الوضع كيفاش في بنان؟ اي الوضع كيفاش في بنان؟ فما تطبيق للبروتوكول الصحي؟ لا كيفاش قاعدين يتعايشوا العباد مع فكره الفيروس؟ نقول لك المواطنين راهو فما برشا ناس متحضره وبرشا ناس واعيه، لكن للاسف راهو ديما تلقى الناس المستهتره. هذا موجود مش في بنان، في تونس الكل. وحتى كي تحكي مع رؤساء بلديات ولا مجتمع مدني في بلايص اخرى ولا مواطنين في دويرنا معناتها في ولايه المسير يقول لك نفس الاشكال ديما، فما يبدا واعي ويلتزم بالحجر الصحي ويخبر حتى على روحه يقول اني راني مريض ومعناتها نطلب من الناس خلطوني انهم ياخذوا الاحتياطات اللازمه، اذا كان ظهرت عليهم اعراض لا قدر الله اذا كيف ما يتردوش القيام بالتحاليل والاجراءات اللازمه. وفما اللي يتعمد للاسف، معناتها نقولها للاسف، فما اللي يتعمد وفما اللي يتعمد اكثر منك يهبط مغالطه العباد. معناتها كي يمرض من الاول ما يهبطش، ما يهبط دوزيام تيست ابري لا كارونتين بعد ما قضى فتره الحجر الصحي اللي نورمون قضاها سيباري في داره، قضاها بين الاحوانات وبين الاسواق الشعبيه وبين حفلات الزفاف. ما يلتزموش بالحجر الصحي الاجباري. ثم يجي ويهبط معناتها في صفحات التواصل الاجتماعي، ما نجمش يعني استبدال العباد ولا العباد يمكن ما تقراش ويسطر تحت نيجاتيف. مي سي دي في ابري لا كارونتين معناتها هذا بعد ما الحجر الصحي ما يقولوش اللي هو ذاك الجزيم تيست، اعطيني دي بريمير تيست اللي هو بوزيتيف. الحقيقه استهتار، مش عارف اني على الاقل ما تخافوش ارواحكم، خافوا. فما ناس مرضى كبار، فما صغار، فما ناس حوامل، فما نسي حوامل، خافوا على الاقل. معناتها جريمه انه احنا نساهموا في قتلان العباد. فما ناس تستحمل تقاوم الفيروس، فما ناس ما تستحملش حتى ولو يبداو صغار السن. هاك تشوف انت تسمع يومين 19 عام مات 30 عام. الطبيب الدكتور امس الله يرحمه، طبيب التخدير والانعاش اللي توفى في سبيطار فاطمه ابو كبيره، ما كثرش من هكاك وصغير ما عندوش امراض واختصاصه. انتم كسلطه محليه سي بلال، انتم كسلطه محليه اليوم خديتوا شي قرارات استعجاليه ولا قرارات معناتها باش نفذوها في الايامات الجايه نظرا لتطور الوضع الصحي؟ انت دون ها باش نقول لك، فما جيرانكم في بلديات اخرى مثال تعليق نشاط السوق الاسبوعيه، فما اللي خذوا قرارات بالتعقيم، فما هوني مش بعيد في سيدي الهني مثال بلديه المكان خذت قرار بتعقيم سيارات التاكسي الجماعي وغيره. انتم اليوم بلديه بنان شنو خذت قرارات في الوضع الصحي هذا؟ نعطيك بالنسبة للتعقيم، لما تدخل صفحة البلدية وهذوك اللي نهبطوا فيهم تصور جزء من العمل نتاعنا، ما نهبطوش كل شيء. التعقيم تقريم بصفة يومية، المؤسسات التربوية الكل، الإدارات العمومية الكل من مركز حرس، مركز بريد، بنان وبوذر وقر البلدية، المؤسسات التربوية الكل، المعهد الثانوي، المدرسة الإعدادية، الخمسة مدارس الابتدائية ببنان وبوذر. بعض الأسواق البلدية لا؟
الأسواق أكيد. أي لا الأسواق نعقمو معناتها كل المؤسسات العمومية والمؤسسات التربوية اللي موجودة في بنين بوذر، حتى المقاهي والروضات الخاصة والحكومية، عندنا روضة حكومية في بوذر وعندنا روضات خاصة، معناتها الكل قاعدين نعقمو فيهم. وبتعرف البريود تخرى جاتنا الأمطار بتدي كبار في بنان خاصة معناتها دي تقسيبة أكثر بلاصة ضرت فيها بنان، لأنه عندنا زوز وديان يشقوا معناتها الهرباء معناتها يشقوا المناطق العقارية بتاعنا الديار دي كبار، معناتها احنا مقطعين بين تصليح لديقاء بين مدوات الحشرات تدخل صفحة البلدية يوميا تنصور ونهبطوا والتعقيم ومراقبة هذوما المصابين معناتها نطلبوهم بالطبيعه لا نعرفوا اساميهم نطلبوهم هم مش ناقصين حاجه. علاش انتم فما مصابين ما تعرفوش اساميهم؟ في بالي الاداره الجهويه للصحه تعطي الاسامي لرؤساء البلديات والمعتمدين. فما اللي يبادر وحده فما تعرف انت الاداره الجهويه تبدا تعطيك بالاسم بالاسم بيان سور باش تصير المتابعه. اي مش الدائره الصحيه نتاع قصيبه تبع في المستير، وساعات يبدا بناني يعمل فيه تحليل في المستير ولا حتى تحليل في سوسه في البريفي ولا عش هذوكم كل التحصيل نتاع الاسامي تحبوا نهار ولا نهارين، معناتها سيدي جا نهار ولا نهارين وكان هو ما التزمش بالحش الصحي فكل انترفال دي طون القصير ينجم نضرب قريش من المواطن، وهذا لسا مثلا في مدينه منزل النور ولو منزل النور كاخرى معناتها اما الناس كل حتى ولو عن غير قصد انتشار وسلام. دونك اليوم لازم يكون فما وعي، انتم كسلطه محليه قاعدين تحاولوا باش تعاقموا المؤسسات العموميه، ولكن لازم يكون فما وعي من المواطن الساعه اللي ماهوش مصاب باش يلتزم بالبروتوكول الصحي وباجراءات الوقايه، واللي لا قدر الله اصيب بالفيروس هذايا باش يلتزم بالحجر الصحي الاجباري باش لا قدر الله ما يتعداش الفيروس منه هو للمحيطين به. شكرا ليك. احنا للاسف عندنا حالات حرجه تو معناتها نقولوا هذا بكل اسف، حالات حرجه في الانعاش. الانعاش ربي يسترهم وان شاء الله معناتها نتمنى لهم شفاء العاجل ان شاء الله وربي يسترنا. وناكدوا راهو شوفت الموجه الاولى قرار كان مركزي وكان حجر صحي شامل صحيح قضية على المرض ولو حتى في سلبيات اخرى اقتصاديه واجتماعيه، لكن المره هذه راهو المواطن هو اساس، كل واحد يحمي روحه ويحمي المحيط نتاعو. معناتها مش معقول احنا مش نقعدوا نكلموا في الامن هو ذاك يدور ولا نبدا نكلموا ذاك شد دارك ولا على غالب وقت يبدا العباد ما تلتزمش راهو زاد لازم الامن يتدخل في بعض الوضعيات. دخلوا اما مش معقول احنا باش نقعدوا نحصلوا فيهم معناتها نسيبوا للخدمه ونعصوا على ذاك خرج وذاك وجيت فما ليجان هو سي بلال فما ليجان للمتابعه نورمالمون في صلب البلديات والا حتى على صلب الاداره الجهويه للصحه لمتابعه الكاهد. احنا المعلومه توصلنا في الابان وتتدخل ديما في الابان، بقينا هذا جهد زايد علينا معناتها جهد اللي باش نوفروه في حاجه اخرى. شكرا لك بلال العريبي رئيس بلديه بنان، كنا حكينا على الوضع الصحي في بنان، يتوقع انه فما عشرات الحالات لا قدر الله تنجم تخرج في الايام الجايه نظرا لاشكاليات التحاليل تخرج مخر شويه وكل البروتوكول الصحي الالتزام بوضع البافات وبالتعقيم هذا هو اللي نطلبوه من الناس الكل المواطنين الكل في تونس كامله مش كان في بنان. 11:29 دقيقه موجز الاخبار وراجعين ان شاء الله في زوم 73.